مدة ديال شهر وحنا حابسين، جاو سدوا لينا، ما عرفنا السبب شناهو علاش سدوا لينا. حنا بغينا نعرفوا السبب علاش سدوا لنا. كتجي السلطات يعني تهديد، ما تعطيونا حتى وثيقه، ما كيعطيونا حتى شي ورقه اللي تثبت لينا باش نسدوا. بغينا نعرفوا السبب علاش غنسدوا. لا، شنو السبب ديال هادشي ديال يعني؟ حنا ما عرفناش علاش، ما عرفنا حتى سبب، ما عرفناه. دابا نتوما اللي كتخدموا هنا فين غتمشيو تخدموا؟ ما عرفناش، يعني الا ما بقيناش حنا هنايا غادي نتشردوا. بحال هما دابا بغينا يشردونا، حنا فوق 30 واحد حنا خدامين هنايا. يعني كيتسمى هذا التشرد. خدامين بحالنا بحال أي قهوة، خدامين. أي قهوة خدامين. ومعروف هذا الفن السابع، معروفة في الرباط، كيجي لها أي واحد كيجي يتقهوى فيها. فنانة كلشي، أي كيما كان الكليان ديالنا كيجي يتقهوى فيها. بعدا سامحوا لي لان انا معصب واحد شويه، لان هذا الشيء ما تيخليش بالنسبه لينا حنايا. انا بالنسبه انا مسؤول يعني جيرون في مقهى الفن السابع، هذه ما يزيد عن 18 سنه. وواحد النهار جات السلطات لعندنا، دخلوا شافوا، بقاو تيشوفوا صافي، قال لك اسيدي، ومشاو قال لك خاصك تسدوا القهوه. علاش؟ شنو السبب؟ بدون سبب، ما قالوا لنا حتى شي حاجه، مشاو دازت واحد السيمانه اخرى وما يجيو عاوتاني. لا حقا درتو هذا الباش، ما الباش ما هذا. انا بالنسبه لي من نهار اللي عقلت على هذه القهوه وهي هاد البيشان كاينين، حتى شي حاجه ما تزادت، ما عمرنا ما بنينا ما حتى شي حاجه. الا كاينه شي بنايه اجي نشوفو. ما فهمناش حنا هذا القرار ديالهم. ودايوغ هاد القرارات هادي ما عندها حتى علاقه مع سدان القهوه. بالنسبه لينا حنايا كخدامه هنايا كاين 44 واحد، 44 خدام. دابا ما بقاتش خدامه، ولات شوماج. يعني بالنسبه لهذا القرار هذا هو كيعني ان الناس ولات في الشوماج، كانوا خدامين ما بقاوش خدامين ولاو في الشوماج. يعني هل يعقل ان السلطات المغربيه كتساعد على الشوماج؟ خدامنا في هذا المقهى هذه الاستثمار مده 16 عام، وخدامين هنايا واحد دابا واحد الشهر بحال هكاك 25 يوم. جات السلطه سدت لهم، كنا خدامين نهار الجمعه كنا خدامين، وجات السلطه سدت لهم، مشينا ما عرفنا الحقيقه شنو كاين. ودابا حنا عندك مصدر العيش من غير هذه؟ لا والو، ما كاين والو. انا مده 16 عام من صغري وانا خدام مع هذا السيد هذا، انا في هذا المحل هذا، ومحل زوين. الناس تيجيو السياح من اي بلاصه، من المغرب، من برا، من كلشي، وتيجيو الناس لهنايا العائلات وهذا، تنسربيهم هنايا خدامين هنايا. وجا هذا القرار هذا باش يسدوا، ما عرفناش حنايا، وحتى الباترون ديالنا تنهضروا معاه اشنو هو المصير ديالنا، قال لك راه هما سدوا لينا، ما تسنى. ودابا حنا راه جينا خدامين، والبارح جات عاوتاني السلطه اخرى، ودابا حنا خدامين ومخلوعين. انا عندي واحد النداء بغيت نوجهه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس والاسره العلويه كامله، باش يشوفوا من جهتنا ويشوفوا من الناس هاد الخدامه اللي كاملين هنا اكثر من 50 واحد. دونك هاد اللجنه هادي اللي جات كتطرق لينا هنا، كاين الناس اللي خدامين على والديهم، كاين الناس اللي خدامين على الاسره ديالهم، كاين الناس هنا اللي مراض كيشريو الدواء. الناس هادو اللي جاو تهجموا وسدوا علينا بدون اشعار، بدون حتى شي حاجه، ما نعرفوش شنو هو السبب. وكلمه وحده اللي غادي نقول هي حسبي الله ونعم الوكيل. دونك الا سدات هاد المقهى هادي، هاد الناس اللي خدامين اكثر من 50 واحد فين غيمشيو؟ غيتشردوا. كاين هنا اللي في عمره 50 عام وخدم هو 20 عام، دونك هو في العمر ديالو 50 عام، واش غيمشي لبلاصه اخرى غيقبلوه الناس باش يخدموا؟ وفي هذه الحاله ديال كورونا واش كاين شي خدمه؟ ما كاينش خدمه. كلمه وحده اللي غادي نقول حسبي الله ونعم الوكيل.